السلام عليكم الاخوان ونهاركم مبروك وتحياتي لكم الاخوان داخل الوطن وخارج الوطن. كما كتشوفوا الاخوان دابا حنا كنتواجدوا في السوق تلاس ابن جيرار باقليم الرحامنه بتاريخ 23/8/2022. الله يبارك الله يدير الخير. دابا الاخوان دابا غتسوقوا معنا شوفوا معنا اسمنا دار السوق كامله. وتحياتي لكم الخوص فيما كنتوا داخل الوطن وخارج الوطن ومرحبا بكم معنا. وحنا غنبداو نشكروا الله مع بالمعمر هو الاول ان شاء الله. طب الله يستر الله يسر امورك. دابا دخل بان شحال هذاك فيما بالمعمر خاصني نقاد الكاميرا ياك. تسلط ليا هادو 23 و42 42000 42000 ريال تبارك الله الله يبارك. جا واحد قال لك شحال فيها؟ قلت له غتعطيني 100 درهم من الخروف. 100 درهم من الخروف؟ قلت لك ديتي الله يسخر ما قلتي سير بحال من الاخر نعاود صافي ديريك ديريك نعاود نعمرو شي صوب خاوي. لا اللي كاين كاين دابا قلت لي داك الشيء اللي كاين الشيء اللي قلت لك عطيني 100 درهم الخروف حنا 6000 ريال حنا 300 درهم الواحد وسير الله يلفعك. ما قديتيش انا شاد شغلي عندك شاد شغلك عندك داك الشيء اللي كاين. السلام عليكم وتحياتي لكم. راه كاين ثمن اخويا كاين ثمن كاين ثمن شويه مزيان الله يسر امورك. الثمن هو اللي تنقل الوقت شي شويه ولكن يجعل الله خير يجعل الله خير ان شاء الله. طلب الله ان شاء الله يجي شي عام جيد. امين هذا الشيء اللي كاين. هو نهارك مبروك. الله يحفظك. نشكرك بزاف. الله يرحم المويدين. الله يحفظك. الله يسعدك. السي هشام كي داير بخير؟ مال هاد الخروف ديال ريكو مسكين العمى. ما والو شاد وكترزق فيه الله. رزقي رزقي فيه الله. داير لي انايا هو اللي داير لي هذا السي داينا ب 24 ربي لا شو هذاك راه حاط راجل انا هنا والله تجي. لا 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 تبارك الله. دادو الزازع اشوف امك رنبي زيد لي دقات زيدها دير واش والله الا صحيبي. الله يحفظك خويا هشام الله يعزك. العمى كي داير خويا؟ صحيح مزيان الله يبارك فيك. شحال خويا هشام قلت لي المشتى؟ هنا ب 24 24 ما عطاوك فيه والو. ما عطاونا حتى حاجه من الاخر. مشتى وخوص هي لقيناهم 122 122000 تا هما ما كاين اللي تساومنا فيهم. ما كاين اللي عطاك فيهم شي حاجه. هذوك راهم دوك الجوج راهم الجوج اللي ملهي هذوك 85 بعناهم. بعتيهم بخمس جاب الله فيهم قليل. هذاك الشيء اللي كاين الله يعمرك. رزق الله الله يحفظك تبارك الله. هذو تا هما راه غاديين هذو 122 اخو تبارك الله 6100 درهم الله يبارك الله يدير الخير تبارك الله. وهذاك اخو راه داه هشام داه ب 24200 درهم. شوف كي داير تبارك الله. مالو زينه ودا هشام الله يتم ليه. الله يتم ليه زين شكر مليح. دوري جيني ياك العمه سمين ملكك اي الله يحفظك ولد العم. ها سمين قلبته ماشي ما قلبت. واحد بغى يدير شي اسبوع ولا شي واحد بغى يتجوز سمين تبارك الله ولا شي واحد يلاه ميت عليه مرته. علاش الضبابه مالها ولا مات لي مرته مالها؟ موت راه عاديه علينا حق علينا حق. هادشي اللي كاين هو تبارك الله. والعم الله يسرع خويا سي هشام تحيه ديك العمس الله يجيب التيسير خويا الله يحفظك الله يبارك فيك. السلام عليكم كيداير العمس بخير؟ صحيح مزيان الله يبارك فيك. تبان لي مزوناتك اليوم منوره معروض شي زرده ولا كيفاش؟ عرفت بالله جاني زوين اليوم جا تاري تبارك الله. سمعتيني اخويا واكل شفنت شحال الثمن المعلم؟ 33 دابا عندك قدام قدام عندك قدام 33650 درهم الخوص. الله يبارك لكم الاخوان والله يدير الخير. حنا كنبغي نوصل شي ميساج زوين وصافي. سير اخويا الله يسر الامور الله يسر الامور. سير اخويا دفع دفع تبارك الله الله يبارك والله يدير الخير ونطلب الله التيسير. السوق شويه كي جاك اليوم ثمن في المليح ولكن حنا نطلبوا الله شويه. الناس راه لا اله الا الله راه باغيين يشرو مساكن ولكن قارم الثمن والعلف كاين غالي. العلف خاصه ولا 19100 اودي لا اله الا الله لا تدوي على كاع داك الشيء والله. الله يسر الامور وصافي هادشي اللي كان هو تبارك الله. طلبوا الله تيسير الله يسر عليك خويا الله يجيب التيسير. سي الحبيب السلام عليكم. السلام صباح مبروك خويا مزيان هاني امورك يا ديك. شحال الثمن خويا الحبيب؟ 25. نعم قطعتيها بسبعه. شحال فيها من الخروف؟ تمام 24 حبه تبارك الله. عطينو 25 الاخوان تبارك الله 1250 درهم هي 27 حبه وقاطعه ب 27000 باش قاطع هو خويا الحبيب تبارك الله. وغنخلي لكم النميره ديال اخوت اللي بغى يتصل بي باع هنا الله يسخر لي الله يسر الامور. هادشي اللي كان هو تبارك الله. الله نطلب لك الله تيسير ناقشه نحيد ان شاء الله وجب الله تيسير وجب الله تيسير. 25 الاخوان تبارك الله 1250 درهم عنده جوج لايبات الخوت هنايا جوج قطعات تبارك الله. الله يسر الامور الله يدير لك بالخير تبارك الله. درتي لنا شي حاجه تشرعت لك الهابي
25 الاخوان العظيم تبارك الله 1250 درهم والقطيع اللي قاطع عليهم قاطع عليهم 27 تبارك الله الله يسر عمر الله يدير لي فرحه جمو فينا سي الحبيب الله يسر اخويا الله يجيب تيسير نعم السلام عليكم كدير بخير صحيح مزيان الله يبارك في خويا الثمن شحال اخويا الله يحفظك 30 طاوله 30 شحال فيهم من راس 42 42 حبه الله يبارك كدير اخويا بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك الله يحفظك ليا اللهم بارك الاخوان والله يدير الخير تبارك الله ثلاث درهم القرير كتقول لي الخوت المليح والزين تبارك الله الله يبارك الاخوان والله يدير الخير 30000 اللي عطاو الخوت تبارك الله كدير المعلم صحيح مزيان وغبرتي عليا وبقى تجي ديال الجمعه انا مع الوقت الله يبارك الخوت والله يدير الخير تبارك الله 30000 1500 اللهم بارك الله يدير الخير تبارك الله طلبوا الله التيسير تبارك الله ديال الخوت راه سومه زوينه تبارك الله سومه زوينه وغلم حتى هي زوينه حتى هي مقاده وقرنا زين وغلم وحده تبارك الله هي 42 راس الله يبارك يا اخوان الله يدير الخير العلامي تحياتي يدير نعمس الله يبارك الخوص الله يدير الخير تبارك الله نطلب الله التيسير اللهم بارك 30 الاخوان اللي عاطينو 1500 درهم ونطلب الله التيسير الله ييسر الامور تبارك الله سلاح راه نعي الخوص تماك مازال ما قنعتيش الوالد اش عطيك؟ ها؟ الوالد اش عطيك؟ انا 30 راك تو 30 وبيع لي ما قد مساكين ما بيع لي حتى انا لابان شي 10 نبيعوها لي ومسلكناش ياك العالم داك الشيء اللي كاين كاين مسلكنا والو ب 30 ما سلكتيش لا لا بارك عليك انت يا حي اقنع يا راه غلم وحده راه زوينه راه عجبتني والله الا غلم وحده زوينه توكل على الله لا 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 الخوت راه عطيناها 30 الاخوان عطا لي حتى الوالد ومازال ما بغى يبيع شرك الوالد قال لك مازال ما سالكش الله يسر الامور الله يدير لي الخير نطلب الله التيسير الا شرينا الخوت هنا راه ضروري غنديروا شي فيديو هادشي اللي كاين الوالد تبارك الله نطلب الله التيسير الله يسر الامور ندورو شي دوار الاخوان ونشوفوا الثمن ديال الصوت ودام السلام عليكم كيداير لاباس بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك شحال الثمن الله يخليك 36 اللي عطاو 36 تبارك الله الله يبارك الاخوان والله يدير الخير تبارك الله ونطلبوا الله التيسير ثلاث بنكري الخوت راه اللي جا لي راه دي شي سلعه زوينه سلعه مليحه فهمتي اللي كان عزيز عليه مليح والزين يجي البنكري الخوت شي حاجه راه اصيليه وثمن جد جد مناسبه الخوت على السوق الاخرين الفقيب الصالح والبروج تبارك الله بحال ما هذا راه الخوت راه يقول لك 40 42 ولكن هنا الخوت داك الشيء اللي كاين كان ورزق الله 36800 درهم الخوت الله يبارك الخوت والله يدير الخير غنمت فيها حتى المواصفات تبارك الله اللهم بارك والله يدير الخير تبارك الله ييسر الامور اخويا تبارك الله طلبوا الله التيسير 36800 خويا الله يسهل عليك اسمح لينا خويا الله يحفظك السلام عليكم كيداير نعمت بخير صحيح مزيان سعد قادر تحياتي ليك كفي خير صحيح مزيان الدور ديالو مش كيقولوا لي هادو الدور 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 جيت بنكرير هنا نيت قرب الاربعاء قدام الاربعاء ولكن سميتها هي زوينه مالك زوينه شك بحال ما كترضيش بها لا لا ملي كنقولها لك انا ما كترضيش بها والله ما كيرضى بها الله يهديك السيد واخا سيدي مرحبا الله يحفظك الله يبارك فيك الله يعزك عزاز عليا باش كنجي عندكم الله يحفظك الثمن شحال المعلم الثمن كنقولوا 44 44 وشريتي من هنا ولا جيتي معك؟ لا لا من سويقات اخرين سويقات اخرين 4 5 اي هذاك الشيء اللي كاين تبارك الله 44 الاخوان 2200 درهم تبارك الله هو مسكين قال لك هم لقاطم سويقات فهمتي قال لك جوج ثلاثه حتى كيجمع هاد البياسات هادو وكيجيبهم انا ما عاد لا هادو كاليتي هادو لا غندوزو غندوزو مع هاد الاخ ديالنا تبارك الله الله ييسر الامور الله يدير الخير مرحبا نجي عند خويا الله يسلمك سميتو قلت لي العيدي هذا هو من الدور بالعيدي كي داير صحيح مزيان الله يبارك فيك هايا ما كترضاوش بكلمة دور الدور ما كترضاوش بها راضيين بها راضيين بها وكوك الله عليه مشكل لا
حتى كيضحك لكن مختار وراه دابا علاش ما نضحكش على عايدي شوف كلمة دور راهي واه هو مدور بالعايدي من الاخر شحال اخويا الثمن 44 ولكن شاريهم لا شحال المشترى بالعايدي الله يرحم الوالدين لا الله يرحم ليك الوالدين 44 تبارك الله 2200 درهم الخوص تبارك الله ولكن شي حاجه راه زوينه هذه غليظه الخوص التقليبه كاينه وكلشي كاين خربان زين اصلي تبارك الله الله يسر الامور شي حاجه راه مليحه الخوص تبارك الله وبالعيد حتى هو راه مسكين راه كيقنع يعني الانسان راجع عنده وعطى شي شويه الخبز راه يقنع معاه هادشي اللي كاين هو هذا انا كنمشي واحد الناس اللي كنعرفو زوينين اللي كيتعاملوا معامله حسنه فهمت مع بنادم هادشي اللي كاين هو نطلب الله تيسير الله يسر الامور تبارك الله 44 2200 درهم الخوص ولكن راه مخرفان الخوص تبارك الله خرفان زينين اصليين تبارك الله الله يبارك بالعيد الله يسهل عليكم الله يجيب التيسير الله يعاونك اسمح لي ها الله يبارك دور الدور ياك المراسيل ديالنا يلاه خويا نهاركم مبروك سمحوا لي بزاف الساعه بقدر الله يعاونك الله يجيب السلامه سي الحبيب السلام عليكم الصباح مبروك خويا مزيان هاني امورك يا ديك شحال الثمن خويا الحبيب 25 نعم قطعتها بسبعة شحال فيها من الخروف تمام 24 حبة تبارك الله عطينو 25 الاخوان تبارك الله 1250 درهم هي 27 حبة وقاطعة ب 27000 باش قاطع هو خويا الحبيب تبارك الله وغنخلي لكم النميرة ديال الخوت اللي بغا يتصل به باع هنا الله يسخر الله يسر الامور هادشي اللي كان هو تبارك الله الله نطلب لك الله تيسير ناقشة نحيد ان شاء الله ويجيب الله تيسير يجيب الله تيسير 25 الاخوان تبارك الله 1250 درهم عنده جوج لباس الخوت هنايا جوج قطعات تبارك الله الله يسر الامور الله يدير لك الخير تبارك الله درتي لنا شي حاجة اش عطيك الهابي 25 الاخوان العظيم تبارك الله 1250 درهم والقطيع اللي قاطع عليهم قاطع عليهم 27 تبارك الله الله يسر الامور الله يدير لي في الخير سي الحبيب الله يسر خويا الله يجيب تيسير ابو الحاج السلام عليكم كيداير العمز بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك الثمن ابن عمي 38 تبارك الله اللهم بارك الخوت 38 1900 تبارك الله 38 1900 درهم الخوت الله يبارك الله يسر الامور الله يدير لي في الخير باقي الثمن الخوت باقي الثمن جاب يلا الله والله يسر الامور شي حاجه راه زوينه الخوت مليحه تبارك الله بن قريته هو راه عاد كتدخل لي سلعه زوينه وسلعه مليحه الخوت تبارك الله شي حاجه راه عصريه تبارك الله الله يبارك الله يسر الامور الله يدير لي في الخير تبارك الله او شاري معاه هنا انت هادو شاري معاه هنا وممكن تقول لنا بشحال المشره نقول لك 37 37 الله يرحم لك الوالدين الله يحفظك المشره الخوت 37 تبارك الله 1850 درهم طلبوا الله التيسير الله يسريك ابن عمي الله يرحم الوالدين الله يحفظك سي عبد الهادي السلام عليكم كيداير نعمس بخير صحيح مزيان كنلعبك كنجيك ديريكت علاش ما كتمنعنيش الله يحفظك الله يبارك فيك شحال سي عبد الهادي 13 و200 واش جتيها معاك ولا 660 درهم جتيها معاك 13 و200 الخوت 660 درهم سي عبد الهادي كيعاوني ديما لا عارف لي الدرهم عارف الدرهم تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير الخير ونخلي نعم الله يلا بخير الحمد لله الله يبارك فيك وغنخلي النمير ديالو الخوت شحال ما بغيتي دير الغنم راه يوجدها لك فهمتي الخوت بحال هاد الشهاده عرفت الماكسيموم هذا راه يوجدوا لك ولا احسن فهمتي على حسب انت والامكانيات ديالك ياك خويا عبد الهادي هذا الشيء اللي كاين هو هذا تبارك الله 660 درهم الخوت تبارك الله اللهم بارك والله يدير الخير تبارك الله والله يسر الامور حواليات زوينه خوت تبارك الله حواليات زوينه تبارك الله اصليه بعتيها ب 14 ما شتهاش سي عبد الهادي خلي لي النمير ديالك 06 72 77 17 75 هذه ما ديالكش ديال الدراري هادو شحال عطاك ولد العم هنايا؟ مازال على الله والو نعم ما عطاوك حتى حاجه هو هي المشرب شحال شريتي يا خويا؟ مشرب 16 و200 من الاخر داك الشيء اللي كاين
دابا الربع مازال ما عطاوكش. وي دابا راه انت ورزق الله، الرزق راه رزق الله. واد 16200 خوت 810 درهم تبارك الله باش داوا. نطلب الله يا ربي يسر من الامور. هادشي اللي كاين واد تبارك الله، السلعه راه زوينه تبارك الله. بحال هادي الخوت راه واقفه اللي داوا تهلا فيها بالعلف، وداكشي راه دير الريحه وهي زوينه. العلف راه غالي، اش غيدير؟ خشيره في ظهرها ضروري ضروري. وا ضروري داكشي اللي كاين كان ورزق الله الخوت. الشكر مدقوقة اي واحد فهمتي اللي كساب واللي مسكين. احنا الحريفيه ضروري ما غتشري، ضروري تجي للسوق تشري، واخا ما تبيعش في السوق اخر تخلي خساره تجي تشري. هادشي اللي كان واد. الله يسر امور خويا، الله يجيب التيسير، الله يعاونكم اخويا. السوق راه غالي على الجميع. تبارك الله، الله يبارك الخوت، الله يدير خير تبارك الله، الله يسر امور. دير ولد العم لاباس عليك، صحيح مزيان، الله يبارك فيك. هادو بعتهم اخويا الثمن شحال اخويا؟ الله يحفظك. ب 40 قال جوج بحال 38000. الله يبارك فيك، الله يحفظك. 38 اخوان تبارك الله، الله يسر امور. مشمشين راه زوينين، لا خرفان مشمشين ملاح. 38 خوت 1900. الله يبارك والله يدير الخير. باعهم لهذا الاخ هذا، الله يسر الامور والله يدير لي في الخير تبارك الله. نطلب الله التيسير. او الشيء اللي كاين واد راه مشروك مع حتى الوالد ديالي، راه فينا هو، راه باعوا لي ب 14000 الربع حلال طيب من عند الله تبارك الله. الله يسر الامور والله يدير لي في الخير. نطلب الله التيسير. نضروا شدوار الاخوان في السوق ونشوفوا الثمن. السلام عليكم، كدير بخير؟ صحيح مزيان، الله يحفظك. شحال الثمن اخويا؟ الله يحفظك. الثمن اخويا هذه خويا 30500. تبارك الله 30500. الله يبارك الخوت والله يدير خير تبارك الله. 1525 درهم تبارك الله، اللهم بارك والله يدير خير. الثمن راه كاين الخوت على العموم فهمتي، ما مشيتي راه كاين الثمن. ولكن بحال هادشي راه زوين هنا الخوت، راه غربان زوين وثمن جد مناسب فهمتي. الخوت ثمن جد مناسب وراه شي حاجه زوينه تبارك الله في بن قريب، وكاين المليح. الله يسر امور خويا، الله يسر عليك المعلم، الله يجيب التيسير. كيدير نعمس بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك خويا الزين. شحال الثمن الله يحفظك؟ 24 24 اخوان تبارك الله، الله يبارك الخوت والله يدير الخير. 24200 تبارك الله، شي حاجه زوينه تبارك الله، الله يبارك والله يسر الامور تبارك الله. شي حاجه زوينه عصريه تبارك الله، طلب الله التيسير الله يسر الامور تبارك الله. رخاء الخوت راه كاين شويه في بن قرير، ولكن شي حاجه راه زوينه. طوب الخوت 24 اللي عطاو. شحال قلتي لهم الثمن ديال البيع؟ 25 قلتي لهم 25. وان شاء الله نطلبوا الله التيسير، عاد نتفاوض ان شاء الله ويجيب الله التيسير تبارك الله. كيطلب في الخوت 25 1250 درهم. الله يسرك عمي، الله يجيب التيسير. من عمي السلام عليكم، كيداير نعمس بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك. دابا بغا نبدا انا وياك، كيداير السوق شويه الله يرحم الوالدين؟ كاين الثمن شويه، كاين الثمن شويه، الثمن كاين في الخروف، الخروفه كلشي. لا 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 والله يعطينا شي عام جيد ان شاء الله. طلبوا الله التيسير. شحال عطاك في هذا الخريف هنا بالعمي؟ 22 اللي عاطينو، 22 الاخوان اللي عاطينو تبارك الله، الله يبارك والله يسر الامور. 1100 درهم الخوت تبارك الله، اللهم بارك والله يدير الخير والله يسر الامور. مسكين راه شافني وقال لي ضروري بغا ندوي معاك، قلت له مرحبا. هادشي اللي كان واه تبارك الله، الله يسر الامور والله يدير الخير تبارك الله. نطلبوا الله التيسير. الثمن ديال البيع شحال قال لك؟ شحال بغا فيهم؟ بغا فيهم شي 23. كطلب من الاخوان 23 تبارك الله، 1150 درهم الخوت اللي كطلب فيهم تبارك الله. الله يسرك عمي، الله يجيب التيسير. بغيتي سميت القناه؟ اي نعطيك، نعطيك سميت القناه. ولد العربي السردي السرغيني. لا نجبدوا داكشي في اليوتيوب. في اليوتيوب اليوتيوب. لا غنعطيك السميه ديال القناه، ولد العربي السردي السرغيني. السردي السرغيني عندك شي دري قاري شويه مزيان راه يجبدها. هذا راه غنوري دابا، انا غنقطع معاك وغنوري كي غايدير. الله يسر عليك، الله يجيب التيسير. مرحبا سيدي. شحال المحجوب؟ شحال؟ شحال عطاوك؟ 15؟ 15 ونص تبارك الله، الله يبارك والله يسر عمر الخوت. 15500 خوت، الله يبارك والله يدير لي في الخير تبارك الله. 1100 لا خوت 775 درهم. 15 ونص 775 درهم، الله يبارك والله يدير الخير تبارك الله.
اللهم بارك والله يدير الخير تبارك الله. الحولية راه فيها ثمن جد مناسب الخوت تبارك الله، بحال اللي بغى يكسب ولا يعلف راه دير مع دير مع حولية، حولية زوينة تبارك الله. اصير يعد خويا المحجوب ونقى تبارك الله، تو مسكين راه كيجمع ولعطا شي واحد شي قسم ديال الخبز راه كيبيع، قلتلك لعطاك شي واحد شي قسم ديال الخبز راه كتبيع، هادشي اللي كان واد تبارك الله. الله ييسر الامور والله يدير فيها الخير تبارك الله. دورو شي دورو ونشوفو الثمن اخوان المحجوب، الله يسهل عليك خويا، الله يجيب التيسير الله يحفظك. أود عم السلام عليكم، دير خويا بخير صحيح مزيان، الله يبارك فيك اخويا. الثمن اخويا الله يحفظك 15000 هذه كسيبه ديالك ياك، كسبتك 15000 الاخوان اللي عطاو تبارك الله، الله يبارك. شحال من راس هي؟ 11 راس تبارك الله، 15000 الخوت 750 درهم تبارك الله، زوينه الخوت الغنم واصيليه تبارك الله، الله ييسر الامور الله يدير فيها الخير تبارك الله. هو المسكين راه كسبتو وجاب للسوق حاليا عطاو 15000 هي اللي عطاو 750 درهم اللي عطاو. وشحال قلتي لهم الثمن ديال البيع؟ اليوم 16 ونص قلتي لهم 16 ونص تبارك الله، قال لهم 16 ونص الاخوان تبارك الله 825 درهم. الله يبارك الله يدير خير، الله يسرك خو الامور، الله يجيب السلامة، الله يحفظك. الله يبارك الخوص، الله يدير لك الخير تبارك الله، ونطلب الله التيسير، اللهم بارك. مطبوع هذه هذه خويا. خويا الزين بخير، هذيك مطبوعة خويا ياك؟ مطبوعة الغنم كاملة مطبوعة ها أنت. النمرة واحد هذه. النمرة واحد سوبر، ها الأخرى تاعي. سوبر. سوبر. ما كان على الطبعة، الغنم ما نعاودوش على الهرة، ها أنت زيد، ها أنت الأخرى تاعي مطبوعة. الله يحفظك. زيد الرقم واحد. الرقم واحد كاين. الرقم واحد سوبر. كاين. الله يحفظك. ما نعاودوش على الهرة. الله يبارك فيك، شحال الثمن أخويا؟ الثمن الأولي فيها 27. 27 و 500 إخوان تبارك الله، 1375 درهم. 1300 لا 1375 درهم، هي هادشي اللي كاين كاين تبارك الله تبارك الله. اصيليات والدرار ياك، كاين الدرار كاين الدرار، غير بدات كتريح كامله كامله تبارك الله. الله يبارك الخوص والله يدير الخير تبارك الله. فيها السن فيها والرباعيه، ثنيه والرباعيه، ثنيه والرباعيه والسداسيه الاخوان تبارك الله. شحال من راس عندك؟ عندي هي 22 راس. 22 راس ودابا هذيك هذه اللي في وجهها شنو داك الشيء؟ لما بغا شي واحد غتحيدها. لا نحيدها ليه، هذاك راه كيسقمها الشطب هو اللي الشطب هو اللي دير بحال موكاك ياك. تبارك الله، الله ييسر الامور الخوت، راه شي حاجه زوينه وغنخلي النمره ديالو 27 و500 فيها شي حاجه سوبر الخوت، شي اربعه ولا خمسه سوبر تبارك الله اللي بانوا لي انا دابا حاليا الخوت. الرقم واحد تبارك الله، الله يبارك الخوت الله يدير الخير. مرحبا تبارك الله، 27 و500 1300 75 درهم المليح الخوص المليح، وراه قال لك كلها بدات ترخي كره ضاره، فيها الثنيه الرباعيه سداسيه حتى سداسيه لا كاينه اللي جمعت وجموعه مليح وجموع جموع مليح ياك تبارك الله. الله يبارك الخوص والله يدير الخير تبارك الله. النميره خويا الزين الله يحفظك. 0656 13 09 85. الله يسرك الامور خويا، الله يجيب التيسير. لا لا زوينه الغنم والله الا مليحه تبارك الله، عالميه انت غنم عالميه تبارك الله. غنم اصلي خوص وراه عزيز عليا تا هو، راه معروف مشهور الخوص راه ولد بن قرير، وراه شي حاجه عنده زوينه تبارك الله. غنم اصليه الخوص كلها عريانه وكلها زينه تبارك الله. الله ييسر الامور اخويا، الله يسر عليك، الله يجيب التيسير. المليح كاين الاخوان، المليح كاين والثمن راه جد مناسب الخوت على حساب النعجه، هادشي اللي كاين هو النعجه راه كلها بدات ترخي، ثنية رباعية سداسية وقول لك ماشي حاجة فيها جموع شي ربعة ولا خمسة، هادشي اللي كاين تبارك الله. الله ييسر الأمور، الله يسر عليك أخويا، الله يجيب التيسير، الله يجيب التيسير المعلم تبارك الله. اللهم بارك الإخوان والله يدير الخير تبارك الله. هذه نعجة أصلية دوريجين تبارك الله مليحة. شحال الثمن أبن عمي؟ نعم 32 32 اللي كيطلبوا فيها تبارك الله. الله يبارك الخوت الله ييسر الأمور، كلها دارة تبارك الله، الله ييسر الأمور الخوت. 32600 درهم السن، السن الجرف السن الله يحفظك. كيقولوا الخوت كاين رباعيات والجموع جموع الاول، جموع جموع صغير تبارك الله. الله يبارك الخوت الله يدير الخير، 32600 درهم الخوت تبارك الله، الله ييسر الامور والله يدير لي في الخير. ندورو شي دوره في السوق ونشوفو الثمن تبارك الله. الله يسر عليك المرضي، الله يجيب التيسير، الله يسر عليك ابن عمي. ودخل محمد السلام عليكم، كدير بخير صحيح مزيان، الله يبارك فيك. السن منين ثاني الله يرحم الوالدين؟ فيها الرباعيه وفيها السداسيه وفيها الجموع. الرباعيه والسداسيه وفيها الجموع. الثمن الله يرحم الوالدين؟ كذا نقول لكم 21. 21 ما عطاوهاش. ما عطاوهاش لكم؟ والدرار كاين شي درار لا؟ واخا مولا كان دار.
هكا دابا راه يقدر يكون طلع على الحولي. معاك والو. اي تبارك الله. شحال قلت هي 21؟ اللي بغيتي فيها 21 اخوان تبارك الله. تامره هي 16000. الله يرحم ليك الوالدين. 16000 الاخوان اللي تابت عدو 800 درهم هو كيطلب فيها 21. فيها 41 راسيه. فيها 41 راس. باقي عندك شي حاجه في الدار؟ اي تبارك الله. الله يبارك الخوص الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله التيسير. راني عجب مليح على الخوص ديال شي فيرما تبارك الله. هذه الله يسر الامور تبارك الله تبارك الله. راه فيها 41 حبه. ولكن 21 وهي 20. هي 20 هي 41 حبه تبارك الله. 16000 الخوت 800 درهم اللي عطاوه هو كيطلب 21 بحال 1050 درهم. تبغى تخلي لي النمرة ديالك؟ طيب على الله قول. 06 87 17 74 87 كاع على بعتيها هنا. الله يسخرك بقات عندك غيدوي معاك الناس اللي صورها لي في الواتساب وعاود روحها لي ماشي مشكل. الله يسهل عليك خويا. الله يجيب التيسير. الله يحفظك خويا. مرحبا زين. السلام عليكم. كي داير خويا بخير؟ صحيح مزيان. عندك نعيجات زوينات في المواصفات تبارك الله. عزيز عليك المليح. اجي في السنه ديك اخويا. ستاتية باقي ما طيحش. باقي ما طيحش الجموع. هاي ستاتية. والثمن والثمن شحال؟ هذه رباعية. زيد هاكا. هذه الإخوان رباعية. وهذه جامعة. هذه جامعة هاكا هاكا. الله يرحم الوالدين. جامعة جموع كبير. جموع كبير. ودارات لا دارات بثلاثة. الثمن شحال؟ 92 بحال شحال الوحدة؟ 92 شي 30 وشي 600 هذاك كوتي تبارك الله. 30000 و600 الخوت. أول المسرة 92 وصافي. شحال عاطينا الخوت؟ 92 بحال 4600 درهم. نعاج ملاحة الخوت مغيزات هادو تبارك الله. ولكن الدفوع واش قريب ولا باقي بعيد؟ لا باقي بعيد هاكاك. الله يرحم الوالدين. الله يعزك. مواصفات الخوت راه عندهم تبارك الله. نعاج عندهم فريقشات كحلين كلشي الدميعات جوج جوايج الكمامة كاملة. هما اللي عجبوني تاهما زوينات تبارك الله. الله يبارك الخوص والله يدير فيها الخير تبارك الله. الله يسر الأمور تبارك الله. نعجات أصلية تبارك الله. الله يسر الأمور. والنميرة الغزواني اللي على الله لكان شي عشاق ما تعرف قضية في الكاينة. 06 57 22 88 28 الخوص. اللي بغى الخوص يعيط الغزواني وراهم هانتوما الخدباء وداوي رخيو هانتوما الإخوان. داكشي اللي كاين كاين نقولوا رزق الله. هما راه باقيين بعادات ولكن بداو رخيو تبارك الله. غزوان الله يسر امور. الله يجيب لك التيسير اخويا تبارك الله. الله يبارك الخوص والله يدير لها الخير تبارك الله. هذه نعجه الخوص اصيليه تبارك الله. لا بنصوروا شوفوا. لا قال لك لا. السن منين سالي الله يرحم الوالدين؟ السن كاين الجموع. الجموع اي شي حاجه الزازيه؟ لا لا والو. جموع جموع صغير. جموع جموع زين. والضرار؟ ضاره ضاره تبارك الله. شحال الثمن؟ 16000 الاخوان تبارك الله. وجموع لكن راه جامع الخوت والدرار راه فيها الدرار تبارك الله. 800 درهم الخوت. 800 درهم تبارك الله. شحال من نعجه هي كاينه؟ 26 حبه الخوت اللي كاينه. 26 نعجه. الله يبارك الله ييسر امور الخوت. 16000 اللي عاطينهم تبارك الله. طلبوا الله تيسير اللهم بارك. هذه الخوت بغات شي فيرما الماكله والقص. وراه الغلم راه كلها قال لكم فيها بدات ترخي. الشيء اللي كيقولوا كنقولوا الاخوان. الشيء اللي كاين واد كنبغيو نتعاونوا مع الناس وصافي. الله يسر عمر ودعم. الله يجيب التيسير. الله يحفظك.